أشكر أخوي فيصل كمال، زودني بمعلومة. زوجك؟ لا زودني، زودك تبي الليلة ما تبرد؟ زودني بمعلومة. اليوم ذكرى الثلاثين، يعني في نفس اليوم 13 ديسمبر إذا مخرجنا بس عند الصورة، في عام 1989 محمد كرم تم تعيينه مدرب الفريق الأول خلفا للسيد فرماني. اول مره تسلم كرماني فرماني ايه فرماني هذا اسمه فرماني سموه كرماني يوم حطوني انا قال شالوا فرماني. اول مره تستلم الفريق الاول ما ادري والله، بعد هو يدري. انت متى دربت الفريق الاول؟ ما ادري اي والله ما ادري والله ما ادري التاريخ كم ورا فرماني. انت اي ورا فرماني انا قاعد اقول لك اول مره. الله يذكره بالخير الشيخ علي عبد الله السالم، وكان ماسك رئيس النادي عدي بالملعب ودانا المنصه فوق، كان يقول حق فرماني انت عفا فرماني، كان يقول محمد كرم استلم النادي. انت كنت مساعد فرماني؟ انا كنت مساعد وياه. اول مره استلم الفريق. هذا اول مره تستلم؟ اول مره. عاد الحرمان صارت المباراه قال شالوا فرماني حطوا كرماني. طلع عليك كرماني. مشكور يا فيصل على المعلومه، دائما يعني تزودنا المعلومات. كان ابو علي مدرب فريق العربي ب 93 كاس ولي عهد البطوله الاولى. قبل النهائي احنا وياهم كاس ولي عهد، كاس ولي عهد البطوله الاولى 93 94. زين انت مدرب؟ اي انت مدرب العربي. زين احمد جاسم كان حارس مرمى العربي. زين صار ضربه جزاء اخر خمس دقائق من المباراه. انا قبل المباراه مقول على خالد الفضلي كاظمه، مقول عليه بالزاويه زاويه اليمين. بالمباراه هذه صار ضربه جزاء على العربي. زين انا قاعد يعني اخر خمس دقائق مغلوبين 1-0 وكان لاعب متعور والحكم مدخل واحد يعالج وهذا، وطالع كرم هني كرم ياشر حق احمد جاسم يقول له يشوت مني. زين ياشر له، انا طالع كذي دودهني. زين لانه قاعد يقول له صدق، لان يعني قبل المباراه مع كاظم انا شايد زاويه مقول عليه قاعد ياشر، انا بشوت نفس الزاويه اللي قاعد ياشر عليه. زين انا الحين شلون انا متعود اشوت هالزاويه. والله قلت ابي شلون خليني اغير. والله ماكو لما انا لاعب اللي يغير ما يشوت صح. شتها اللي احمد جاسم مسكها بعد مو طلعها مسكها شوش علي يقول بس وراها بدقيقتين كان يبقى يبنى التعادل الفوز عليهم بالبطوله. بس اقول لك ابو علي شلون ابو علي.